السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا في مادة الموبايل أبليكيشن بروجرامينج اللي هي برمجة تطبيقات الجوال. في هذا المنهج إن شاء الله راح نتناول وراح نعرف كيف نسوي أبليكيشن، كيف نسوي تطبيق يشتغل على الموبايل على الجوال، سواء كان الجوال هذا من نظام ماك نظام الآي أو إس، أو سواء كان هذا الجوال من نظام الأندرويد، أو سواء كان هذا الجوال من أي نظام آخر. أنا بالنهاية راح أسوي أبليكيشن، راح أسوي تطبيق، وراح أخلي هذا التطبيق يشتغل على الموبايل، إما يشتغل على يعني نظام معين موبايل معين، أو على مجموعة من الأنظمة. يعني ممكن أنا أسوي أبليكيشن يشتغل على الماك على الآي أو إس، ويشتغل برضو على الأندرويد اللي هو الجالكسي مثلا، أو ممكن أسوي يكون بس يشتغل على يعني نظام واحد. زي إحنا عندنا الحين مثلا عندنا الأبليكيشن اللي هو تويتر، الابلكيشن اللي هو فيسبوك يشتغل على نظام الماك ويشتغل على نظام اللي هو الاندرويد، صح ولا؟ يشتغل على كل النظامين. عندي بعض الانظمه او بعض الابلكيشن تلقونها في الابل ستور تشتغل فقط على ماك، وبعض الانظمه الاخرى تشتغل فقط على الاندرويد. فانا ممكن اسوي ابلكيشن يشتغل على نظام الاندرويد فقط، ممكن اسوي ابلكيشن يشتغل على نظام الاي او اس فقط اللي هو حق ماك، ممكن اسوي ابلكيشن يشتغل على جميع الانظمه. بالنهايه راح يطلع معي ابلكيشن يشتغل على ايش؟ على موبايل وليس على ويب. احنا اخذنا قبل في مادة سابقة اللي هي اخذتوها يمكن اللي هي مادة كانت اختيارية اللي هي تطوير شبكة العنكبوتية اللي هي الويب. احنا قبل في الويب سوينا ابليكيشن يشتغل على الويب على موقع على نت انترنت. الان لا، راح نسوي ابليكيشن يشتغل على موبايل على الجوال ايش مكان نظامه. طيب، فباذن الله راح يكون كورس جميل ولطيف وخفيف. طبعا الكورس راح يكون يبغى له جهد، يبغى له يعني متابعة، ولكن بإذن الله بحاول أسوي اللي علي وزيادة في هذا الكورس عشان تكونون فاهمين صدق، لأن في المقام الأول يهمني الفهم. عندنا هنا اللي هو هذه هي الأوفيس أور وأشياء التيتشرز ما علينا. طيب، هنا عندكم تقسيم الاختبارات، أوقات الاختبارات. طبعا إن شاء الله بإذن الله راح أكون معاكم في هذا الكورس في كل ما يلزم الكورس، من شرح النظري، من شرح العملي، من شرح المشروع. إن شاء الله بإذن الله المدون علموني قبل وقت بكم، يعني علموني قبل بوقت مثل الاختبار حق المدون. راح أحاول أسوي لكم مراجعات على المدون. إذا عندكم تجميعات سابقة للمادة عطونيها عشان أشرحها لكم. إذا عندكم مثلا إكسترا أشياء مهمة نبهت عليها التيتشر، أو عندكم إكسترا تمارين مهمة برضو أرسليها بدي عشان أشرح لكم إياها. يعني راح أحاول أغطي لكم كل حاجة مهمة بالمدون، من مراجعة سابقة، تلخيصات، اكسترا اشياء مهمه نبهت، تمارين مهمه نبهت عليها التيتشر، والى اخره من الاشياء. كمان نفس الشيء في المدتو، اذا عندكم اي اساينمنت اعطوني اياه بدري قبل بوقت، وراح ان شاء الله راح انزل حل وشرح جميع الاساينمنت اللي عندكم، لانه بالغالب دائما الواجبات تكون مهمه في اي ماده. كمان المشروع حق الماده يا ليت تعلموني متى وقت تسليمه بدري عشان يمدي اشرح لكم المشروع وكيف احنا انتم تسوونه خطوه خطوه. ونفس الشيء راح يكون الفاينل لاب، راح يكون او الفاينل سواء كان فاينل لاب او فاينل نظري، راح يكون في ان شاء الله مراجعه على الفاينل وكيف راح تتم الاسئله سواء كانت تجميعات او اسئله تمارين اضافيه او غيرها. طبعا هنا عندكم الكتاب حق الماده في حال احتجتوا اي شيء، وعندكم هنا اللاب. وبنات حابه اطلب منكم طلب، اذا عندكم النسخه الالكترونيه من الكتاب حق الماده ارسلوا لي عشان نحطه بالموقع للطالبات الباقيين. طيب، في البداية هنا عندك مقدمة فقط إنه more about you. هنا راح نتكلم عن مقدمة عن الكورس. هنا عندك أول سؤال يقول لك ما هو نظام التشغيل المفضل لديك، يعني إيش نظام التشغيل اللي أنت تفضلينه؟ هل تفضلين نظام تشغيل اللي هو الـ iOS اللي هو حق شركة ماك، أو تفضلين نظام تشغيل اللي هو الأندرويد اللي هو يتبع حق شركة اللي هي جوجل، أو تفضلين مثلاً نظام تشغيل اللي هو الويندوز، ويندوز اللي هو يتبع شركة هو الويندوز فون اللي هو يتبع شركة مايكروسوفت. وهنا يسألك إيش نظام تشغيل اللي أنت تفضلينه. طبعاً كلمة OS تعني Operating System، هي اختصار لـ Operating System. فهنا يسألك إيش نظام التشغيل اللي أنت تفضلينه، هل تفضلين مثلاً نظام تشغيل اللي هو الـ iOS ولا Android؟ طيب، سؤال ثاني، لازم نفرق بنات بين الشركات وبين أنظمة التشغيل. يعني أنا عندي نظام التشغيل هو عبارة عن نظام تشغيل فقط، بينما الشركة المصنعة هي شركة. مثلاً عندي أنا مثلاً for example عندي شركة مثلاً ماك، عندي شركة جوجل. الشركة ماك راح تطلع أكثر، راح تسوي أكثر من جهاز. مثلاً عندنا آيفون 7، آيفون 8، آيفون 9، آيفون X، آيفون، وهكذا راح تطلع أكثر من جهاز. الأجهزة هذه اللي هي آيفون اللي طلعتها شركة ماك تنزل عليها نظام التشغيل اللي هو الآي أو إس. أوكي، فالأوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل هو نظام التشغيل نوعه اللي راح ينزل على الأجهزة المصنعة من قبل الشركة. مثلاً عندي مثلاً شركة جوجل سوت جهاز اللي هو مثلاً جهاز الجوال الأول، جوال ثاني، جوال ثالث. الجوالات هذه راح ينزل عليها نظام تشغيل اللي هو الأندرويد، لأنه الأندرويد هو نظام تشغيل حق شركة اللي هي
جوجل وهكذا. طيب فهذه نقطة مهمة، نفرق بين نظام تشغيل وبين الجهاز نفسه اللي راح ينتج من قبل شركة مصنعة. أوكي. وطبعا كل نظام تشغيل، كل نظام تشغيل عنده لغة برمجة اللي احنا راح نطورها او راح يعني راح نبرمج فيها. مثلا عندي نظام تشغيل هو الاي او اس، عشان اسوي انا جهاز يشتغل بنظام تشغيل هو الاي او اس حق ماك لازم استخدم لغة سويفت. اذا انا راح اسوي راح ابرمج جهاز او راح ابرمج يعني كود ابغى يشتغل على نظام الاندرويد، اذا لازم انا ابرمج بلغة الجافا. يعني كل نظام تشغيل عنده اللغة اللي يشتغل عليها، الاي او اس يشتغل على لغة سويفت، الاندرويد يشتغل على لغة جافا. واحنا في هذا الكورس راح نتكلم عن نظام التشغيل هو الاندرويد وعن اللي هو البرمجة اللي هي الجافا، اللي هو لازم انا اكتب كود جافا عشان يشتغل على نظام الاندرويد. فهذا هو اول سؤال. اول سؤال، ايش نظام، ايش نوع نظام التشغيل اللي انت تفضلينه؟ هل تفضلين اي او اس ولا اندرويد؟ طبعا في ناس يحبون نظام الاي او اس، يحبون يشترون اجهزة ماك ويشتغلون على انظمة الاي او اس. في ناس ثانيين يحبون يشتغلون على نظام الاندرويد ويشتغلون على اجهزة الاندرويد. هذا الشيء طبعا يختلف من شخص لشخص. سؤال ثاني، what your favorite mobile app؟ يعني ايش انت ايش نوع التطبيقات اللي تحبينها؟ في ناس والله يحبون تطبيق الانستغرام، في ناس لا يحبون تويتر، في ناس يحبون فيسبوك، في ناس يحبون سناب شات، في ناس يحبون واتساب. يعني ايش نوع الابلكيشن، اوكي الاب الابلكيشن تحبينه وليش تحبينه؟ يعني انت what do you like most about it؟ يعني انت تحبين تطبيق معين ليش تحبينه، او ايش الشيء اللي يعجبك فيه؟ مثلا واحد يقول احب انستغرام لان انا احب اوثق صوري، واحد يقول لا احب سناب شات لانه انا احب اصور يومياتي، واحد يقول احب مثلا واتساب لاني احب اتكلم مع الناس ومحادثات. ويختلف من شخص برضو الى شخص اخر. طيب السؤال اللي بعده الثالث، هي السؤال اللي بعده يقول لك what your least favorite mobile app، يعني ايش هو التطبيق الاقل اقل تطبيق تحبينه، واقل اقل تطبيق يعجبك. يعني ما هو التطبيق يعني الاقل واحد يعجبك، يعني هو بالاخير عندك ما مره يعجبك. مثلا واحد يقول والله انا ما احب تطبيق الفيسبوك، طب ليش ما تحبينه؟ what do you dislike about it، يعني ايش الشيء اللي ما يعجبك فيه؟ يعني هنا ايش التطبيق اللي يعجبك وليش يعجبك، او ايش اكثر شيء يعجبك فيه؟ وهنا لا العكس، ايش اكثر تطبيق ما يعجبك وايش اكثر شيء ما يعجبك فيه وايش الشيء اللي ما عجبك فيه. مثلا واحد يقول والله انا عندي تطبيق الفلاني ما عجبني لانه مثلا يعلق كثير، لانه مثلا ما في امان، ما في موثوقيه، لانه مثلا دائما يعلق، لانه ياخذ مساحه كبيره من جوالي، والى اخره من الاسباب. اوكي. طيب السؤال اللي بعده، قال هنا يقول لك ان how do mobile application connect to internet based service for end user، يعني انا كيف اخلي التطبيق حقي حق الجوال يتصل بالانترنت عشان مثلا ياخذ خدمه معينه يقدمها اليوزر. يعني مثلا انا ابغى والله انا ابغى تطبيق حقي او ابغى الابلكيشن حقي يشبك على الانترنت عشان اخذ خدمه معينه، ابغى اخذ فيديو، ابغى احمل فيديو، ابغى اخذ صوره، ابغى اخذ ملف. مثلا اقرب مثال، الان انا كمستخدم انا كيوزر ابغى التطبيق حقي يتصل بالانترنت عشان اخذ خدمه معينه، خدمه معينه من الانترنت. مثلا ابغى اخذ احمل ملف من الانترنت، ابغى احمل مجلد من الانترنت. كيف راح يتم او كيف راح اخلي الابلكيشن حقي يشبك على الانترنت عشان ياخذ خدمه معينه يوفرها اليوزر؟ طبعا وهذا الشيء راح يكلفني تكلفه. يعني انا عشان اشبك الابلكيشن حقي على الانترنت عشان اخذ خدمه معينه، قد احمل فيديو، قد احمل ملف، هذا الشيء راح يكون اكيد تكلفه اتصالي بالانترنت، تكلفه تحميل المقطع من الانترنت، تكلفه التحميل، تكلفه الرفع، تكلفه الاتصال، فهذا كله راح يكون فيها تكلفه. السؤال اللي بعده، كيف راح يتم التقاط البيانات من اجهزه الاستشعار على الاجهزه او على الجهاز؟ يعني هنا يقول لك انه احيانا راح نشوف ان شاء الله بهذا المنهج راح نشوف اصلا انه بالعاده انا عندي التطبيقات الابلكيشن اللي تكون يعني على الويب او سوري التطبيقات اللي تكون على الموبايل، اوكي مو بس يعني تتصل بالعالم الخارجي، مو بس بالبشر، مو بس بالاشخاص، بالعكس احنا احيانا الموبايل الابلكيشن اللي يكون على الموبايل يلتقط بيانات من اجهزه استشعار، يعني من اجهزه اخرى. اوكي زي مثلا عندنا اللي هو امثله على ذلك الجي بي اس اللي هو الخرائط. الحين مثلا انا عندي عن طريق زي مثلا نظام الابلكيشن هو جوجل ماب. جوجل ماب عباره عن ابلكيشن، عباره عن موبايل ابلكيشن، ابلكيشن يتحمل على الجوال، وهذا الجوجل ماب عباره عن يلتقط داتا من وين، من استشعارات. يعني هو راح يستشعر من العالم الحقيقي، يستشعر انه والله بعد شوي راح يكون في زحمه قدامك، بعد شوي طريق هذا اسرع، فهو يستشعر من الريل وورلد، من العالم الحقيقي. اوكي راح نشوف كل هذه الاشياء. طبعا هذا السلايد مو مره يعتبر مهم، كمقدمه فقط، ما اتوقع ابدا مستحيل اصلا يجي منه ولا سؤال في الاختبار. الكورس اوبجكتيفز، ايش هي الاهداف اللي راح نطلع فيها بعد ما نخلص هذا الكورس ان شاء الله؟ الان راح نتناول ايش هي الاهداف اللي راح يقدم لنا اياها هذا الكورس، وبعد ما انا اتعلم كيف راح اسوي
والله ابلكيشن يشتغل على الموبايل ايش راح اطلع فيه وايش اهداف راح يقدم لي اياها. الهدف من هذا الكورس انه انا افهم الخصائص حقت الموبايل ابلكيشن، افهم جميع الخصائص اللي تتميز فيها تطبيقات تكون تشتغل على الموبايل. مثلا عندي من ضمن الخصائص حقت التطبيقات تشتغل على الموبايل مثلا عندي السرعه، سرعتها مثلا، موثوقيتها، امانها، دقتها مثلا، والى اخره من الخصائص. فلازم انه انا من الاهداف اللي راح يقدم لي اياها هذا الكورس انه راح يخليني افهم جميع الخصائص اللي تميز فيها التطبيقات تشتغل على الموبايل. الشيء الثاني انه راح يخليني افهم جميع الفريم وورك اللي هي المنصات اللي احنا راح نستخدمها عشان نسوي ديفلوبمنت، عشان احنا نطور الابلكيشن تشتغل على الموبايل. طبعا دفي يعني ديفلوبمنت، اوكي. فانا راح الهدف من هذا الكورس اني افهم جميع الخصائص حقت الموبايل ابلكيشن، وكمان افهم جميع المنصات اللي ممكن استخدامها في تطوير التطبيقات تشتغل على الموبايل. الفريم ورك عباره عن منصه تكون زي منصه جاهزه تساعدني اني انا ابني او اطور موبايل يشتغل على او ابلكيشن يشتغل على الموبايل، اوكي. بدل ما اني انا ابني الابلكيشن حقي اللي يشتغل على الموبايل من الصفر اسويه من الصفر، لا، استخدم منصه جاهزه. المنصه هذه زي يعني تسهل لي اني انا اسوي واطور موبايل يشتغل او ابلكيشن يشتغل على الموبايل، بدل ما اني ابنيه من الصفر، لا، يكون عندي فريم ورك جاهز، يكون عندي زي مثلا صفحه لوجين جاهزه بس اعدل فيها، يعني زي شيء مبدئي. طيب اوكي، بالنسبه الان للفريم وركس اللي هي المنصات، عندنا احنا بعض الفريم ورك، بعض المنصات تكون لما انا استخدمها ممكن اسوي موبايل ابلكيشن، ممكن اسوي تطبيق يشتغل على نظام نظام اللي هو الاي او اس ونظام اللي هو الاندرويد. يعني ممكن بعض المنصات يعني توفر لي انه انا اخلي يشتغل على نظامين، وممكن بعض المنصات لا، ممكن انا اشتغل مثلا على منصه حقت فقط اندرويد فتوفر لي بس انه الابلكيشن حقي يشتغل بس على اندرويد. ممكن استخدم منصه تكون حقت مثلا اي او اس، فهذه المنصه اللي تكون بس الاي او اس لما استخدمها تخلي الابلكيشن حقي بس يشتغل على نظام الاي او اس. فالفكره انه انا عندي منصات، بعض المنصات لما استخدمها تخلي الابلكيشن حقي يشتغل على اكثر من نظام مثل اي او اس واندرويد، وبعض المنصات لما استخدمها تكون بس الاي او اس، في منصات تكون بس الاندرويد. من امثله على ذلك لما انا استخدم منصه الفريم ورك اللي اسمها اندرويد، لما استخدم الاندرويد فريم ورك، لما استخدم منصه تكون خاصه الاندرويد، هذا الشيء راح يطلع لي ابلكيشن يشتغل على الموبايل يكون فقط الاندرويد، يشتغل فقط على نظام الاندرويد، ما يشتغل على نظام الاي او اس، اوكي. فالمنصه حقت الاندرويد راح تنتج عنها انه يكون عندي انا ابلكيشن يشتغل فقط على الاندرويد وليس الاي او اس. وطبعا راح يكون مبرمج بلغه الجافا، زي ما قلنا انه كل نظام راح يكون عنده لغته الخاصه، اوكي. فالبرمجه راح تكون مستخدمه اما تكون لغه الجافا او لغه الكوتلين، اوكي. فالفكره بنات احنا في هذا الكورس ان شاء الله راح نسوي ابلكيشن يشتغل على الموبايل. كيف راح نسويه؟ عن طريق ان احنا راح نستخدم فريم ورك او منصه الاندرويد. منصه الاندرويد راح تخليني اسوي ابلكيشن يشتغل فقط على الاندرويد، وزي ما قلنا نظام الاندرويد عشان اسوي انا ابلكيشن يشتغل بنظام الاندرويد لازم ابرمجه يا بلغه الجافا او بلغه الكوتلين. احنا راح ناخذ ان شاء الله في هذا الكورس لغه الجافا، راح نبرمج بلغه الجافا. طيب راح نتكلم الان عن الاي بي كومبوننت، ايش يعني ايش هي المكونات حقت الابلكيشن. طبعا اي بي يعني ابلكيشن، اختصار الابلكيشن. اي ابلكيشن بالدنيا راح يكون عنده مجموعه من المكونات، ايش هي المكونات اللي تكون منها الابلكيشن او التطبيق حقي. اي تطبيق عندي راح يكون في عنده مجموعه من المكونات، او اي تطبيق انا او اي ابلكيشن راح اشتغل عليه لازم اسوي اشياء. ايش راح اسوي؟ اول شيء راح اصمم الموبايل يو اي. ايش يعني يو اي؟ يو اي يعني يوزر انترفيس، يعني انا راح اصمم اليوزر انترفيس اللي هي الواجهات حقت الجوال اللي راح تطلع اليوزر، الواجهه الشكل. يعني انا مثلا عندي فور اكزامبل عندي الايفون، كيف شكل الواجهه حقتها، كيف شكل صفحه الهوم، كيف شكل صفحه اللوك اللي هي اللي مظهر، كيف يعني راح اصمم الواجهات راح تطلع اليوزر، اوكي، اليوزر انترفيس، اوكي. هذا اول شيء. برضو راح نشوف كيف اخلي الجهاز حقي يشبك على الانترنت وكيف ياخذ الخدمات من الانترنت، وبرضو راح نشوف كيف انه اخلي الجهاز حقي ياخذ سنسور، ياخذ استشعارات اذا كنت انا احتاج انه اخلي، يعني احيانا احتاج اخلي الابلكيشن حقي ياخذ استشعارات من البيئه اللي حوله. زي ما قلنا لو انا مثلا فور اكزامبل راح ابرمج او راح اطور موبايل اسمه مثلا جوجل ماب، ابغى والله اسوي موبايل، ابغى اسوي ابلكيشن مثلا زي جوجل ماب، اوكي. جوجل ماب عباره عن ابلكيشن، هذا ابلكيشن احتجت اني انا استشعر الاشياء اللي حولي، استشعر انه في زحمه قدام، انه في والله طريق اسرع، زي مثلا عندي انا مثلا راح اسوي ابلكيشن للمرضى، لخدمات المرضى، ابغى هذا الابلكيشن راح اسويه، ابغى يستشعر الضغط عند المريض، ابغى يستشعر درجه الحراره، ابغى يستشعر ارتفاع السكر وغيرها من الاشياء. فاحيانا الابلكيشن حقي احتاج اخليه ياخذ استشعارات من البيئه اللي حوله.
برضو احنا يعني من اهداف الكورس هذا انه احنا نبغى نفهم المبادئ الاساسيه، ايش هي المبادئ الاساسيه في تصميم الموبايل ابلكيشن. ان انا عشان اصمم اوكي موبايل ابلكيشن، عشان اسوي او اصمم اي تطبيق يشتغل على الموبايل، لازم انا عندي مبادئ اساسيه اتبعها في التصميم. لما اجي اصمم اي ابلكيشن، لازم انا احط بعين الاعتبار انه لازم هذا التصميم حقي يكون سهل، وسهل اني اسوي صيانه عليه. ما اسوي تصميم بحيث انه يكون صعب اني اسوي صيانه، لا، اسوي تصميم سهل، سهل اليوزر يستعمله، ما يكون تصميم صعب. في ناس كثير تحب تستخدم الجهاز الايفون عشان استخدامه سهل وعشانه واضح، بينما ما يحبون اندرويد لانه استخدامه شوي صعب، يعني الديزاين شوي صعب. عشان كذا انا لما اجي اصمم المفروض يكون سهل التصميم، يعني اسوي تصميم سهل، وسهل برضو اني اسوي مانتاينس، يعني اسوي صيانه عليه. طبعا ومفروض انه انا اطلع الابلكيشن حقي بسرعه، يكون سريع، يكون ريسبونسيف، يعني راح يكون يعني استجابه سريعه من اليوزر، ما يكون يعلق مع اليوزر، لا بالعكس يكون يستجيب اليوزر بسرعه. طيب فهنا زي ما نقول مراجعه سريعه من اهداف الكورس هذا، او من اهداف انه انا افهم كيف اسوي تطبيق يشتغل على الموبايل. يعني انا لازم افهم الخصائص حقت الموبايل ابلكيشن، لازم افهم المنصات المختلفه المستعمله في بناء الموبايل ابلكيشن، لازم برضو افهم المكونات الاساسيه وكيف راح نسوي هذه المكونات اللي راح تساعدنا عشان نبني اصلا ابلكيشن. لازم انا افهم المبادئ الاساسيه المستخدمه في التصميم، وانه يكون تصميم حقي سهل وسهل الصيانه، ويكون تطبيقي سريع وسريع الاستجابه لليوزر. راح نوقف الان ان شاء الله، وفي المحاضره القادمه راح نبدا بدايه فعليه في شابتر 1. طبعا يعني قبل كله ما اتوقع يجيكم في الاختبار كمقدمه فقط. فالمحاضره الجايه راح نبدا هنا في الاسنس اوف موبايل ديفايس، هنا اتوقع هي البدايه الفعليه اللي راح يجي منها بالاختبار، بدايه شابتر 1 الفعليه.